زميلي وصديقي الإعلامي المحلل السياسي حافظ الغريبي. قلنا أن الساعة هذه مش نخصها لتداعيات ندوة الصحفية اللي نظمتها جبهة شعبية، وهم يقولوا لا نظمتها الهيئة للدافع على الأقل الشهيدين شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي. لكن قبل ما نمشيه لهذا خلينا نتوقف عند ما يحصل من تطورات داخل الحزب الحاكم. وأنا ديما نقول أن النهضة هي الحزب الحاكم، نداء الحزب الحاكم، والنهضة الحزب المتحكم، وهذا التوصيف ربما الأصلح. شفنا البارح حظ آخر الاستقالات في كتلة نداء تونس، سي محمد صوف هو في نفس الوقت عضو الهيئة التأسيسية. خصوصا سي محمد صوف، خاطر اللي نعرف وين المرات القليلة اللي تقابلت فيهم مع حافظ قاضي السبسي تو قبل، معناها كنت 3 أو 4 مرات ديما محمد صوف كان معاه، معناها كان موجود متواجد بجنبه، معناها يعني تولي نحكيه على حزام أقرب الحافظ، قريب أقرب المقربين، معناها ما نعرفش شنو اللي بالحق قاعد يصير، معناها لا وانو الاستقالة يخلى شخص كيما ذا اللي كنت نتصور انه اخر واحد ممكن يقدم الاستقالة هذه تجي معناها اثر اليوم البرلماني اللي نظمه البارح نداء تونس، واللي هما على الاقل يقولوا انه باش يكون لجمع الشتات ولمحاولة معناها طرح مشاكل حقيقية الحاصلة داخل النداء، وربما الذهاب في اصلاحات كبيرة تنهي على الاقل في مرحلة اولى مسألة النزيف هذا. عجبني محمد بعود زميلنا البارح مباشرة بعد استقالة كتب قال والله 3 أيام ما سمعناش باستقالة، راني طايح مونك هاي كي جت استقالة بركة. حيوف عليش النزيف هذا متواصل رغم أنه رئيس الجمهورية كلف السيد بوجمع رميلي وقال له ربما نحو تكوين هكا لجنة تعمل بي معنى منفصلة للمدير التنفيذي، ثم جي استقالة لشخص معناه أو لنائب بمثل هذه الأهمية. وشوفنا زادة في وسط بداية الأسبوع استقالة تقريبا كل النواب عن جهة المنستير من كتلة نداء تونس مع بقائهم في الحزب. نرجع لكلمة الحزام، انت كي تلبس لباس موش قياسك باش تستعين باش سبت بحزام هكا، ولا كي يتنحى الحزام تيح سروال سروال احنا في مرحلة في مرحلة توا فك الحزام، هم تيريك باش تتصور بقية المشهد كيفاش ينجم يكون. الاستقالة لن تكون الأخيرة، ستليها استقالات أخرى في قادم الأيام. معناها الشيء اللي قاعد يعمل فيه توا بجمع الرميلي ومعه سيمونير بن ميلاد وبإعاز ودعم من غضاب الحاج، أؤكد لك أن هناك استقالات في قادم الأيام، ستتالى الاستقالات، معناها بالاستقالة زوز 3 استقالات. أنا قلت لهم ربما ما توصلوش للمؤتمر متاعكم وعندكم كتلة، قد يكون المصير مصير أفاق مثلا أنه حزب الحاكم في تونس ما ينجمش يكون كتلة في البرلمان إذا تواصل النزيف بهذا النسق. توا ذي رأي شخصي، معلش ما كيفاش تعمل المؤتمر ما تعملتش مؤتمرات جهوية، معناها أي حزب معناها كيفاش باش يدخل المؤتمر، باش يدخل هكاك مع الناس داخل المؤتمر وثم مؤتمرات جهوية على مستوى الجهات، هل باش تلقى معناها توا يقول المؤتمر في جانفي، معناها في زوز أشهر باش يصير في الجهات ومؤتمرات جهوية وغيرها باش يوليو النواب في المؤتمر. المؤتمرات محلية إي معناها محلية ثم مش عارف المؤتمر هذا كيفاش يكون، معناها أمور للأخر غامضة وهي مرهونة في حاجة برك، معناها سي حافظ قائد السبسي أنه يغادر، معناها كان يغادر ممكن المشاكل كل تتحل، ما نعرفش هو أنه واعي بالمسألة هذه. سامحوني مغادرة الباجي قائد السبسي ولت معناها أقرب منها لمغادرة حافظ قائد السبسي، متمسك حافظ بالمنصب نتاعه يعني لن يغادر حتى لو كلفه وحده. علاش اخي واحد يرقد في الليل يقوم الصباح يقول مصلحه تونس، شفنا مصلحه بلادنا، شفنا تصريح راهو تونس ما يحبوش يقبلوا بصراحه، ما يحبوش يقبلوا التوريث، ما يقبلوا هو سي خرج من مخهم سواء ديمقراطي سواء ديكتاتوري سواء اللي تحب انت، راهو التونسي ما يقبلش انه ولد رئيسي ولا رئيس، انتهى الموضوع. معناها حتى تونسي له قابلها او تشوف في صبر الله راه تشوف في الدنيا كل، معناها خلينا منعوا البلاد شكون تونسي. جستم فما تصريح نتاع كمال الحمزاوي اللي هو رئيس لجنة التأديب داخل الحزب، شفناه الراجل معناها نعرفوه معروف بصمته وابتعاده عن الإعلام، لكن شفناه تدخل معناها على المباشر في مزيكة فيه
وقال من جملة ما قال كي سهلوا زميلنا أبو بكر علاش الأزمة اللي بين حافظ ويوسف وفماش إمكانية أنهم يلتقيوا من جديد، قالوا روح حافظ يحب الشاهد يعتذر منه أمام العموم. معقول رئيس حكومة يعتذر في التلفزة؟ قال كيما جبد عليها في التلفزة يزمو يطلع في التلفزة ويطلب اعتذاره مني. معروف هذه معلومة عندها مدة، المسألة معلومة عندها مدة حافظ ثم إمكانية يوسف شاهد يطلع في التلفزة. لا 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 والدولة ثم حاجة معلومة عنده مدة، ربما كمال حمزاوي يخرجوا الإعلان، لكن زاد قال حاجة أخرى وقالوا بيدو قال احنا توا تجميد عضوية وغيره وشيء. انا منطقيا انا رئيس لجنة التقديم ما وصلني حتى شيء، معناها الامور تتقرر وتنفذ وتقعد غادي، معناها مش عارف يعني حتى يمكن لجنة التقديم يعملوها وحدهم، معناها هو اللي كان اون برانسيب يكون حاضر ويقرر سيد الحمزاوي. هي صحيح منطق الاجياء صحيح. هي التصريح الاخر زاد نتاع ابو جمعة الرميلي يقول لك انه ما احنا مهمة نتاعنا تجميع الفرقاء النديائيين وحتى نواب كتلة الائتلاف الوطني مدعوة باش نلتقي والناس الكل حول طاولة الحوار من أجل الاتفاق على مجموعة من النقاط منها تركيبة الحكومة وبرامج عمل الفترة القادمة. يعني بوجمع رميلي إنسان محترم ونعرفه مهذب ونفس مؤمنة كما نقولوا احنا في السياسة خاصة، وذلك ربما علاش التجأ له البيجي قائد سبسي باش يقود المبادرة هذه كيما عمل مع يوسف الشاهد في المجموعة 13 هذيك. اليوم شنو حظوظه أبو جمعة الرميلي؟ هو أبو جمعة الرميلي احنا نعرفه اللي هو غادر تماما ما عاش عنده صلة بال ما رمالو كلمة البيجي في الحوار، رمالو وردة رمالو وردة. وانتم تعرف للأسف الشديد اللي ربما اللي ما يعرفش شخصية رئيس الدولة البيجي قائد السبسي ما نجمش يفهم مليح الماكينة كيفاش تدور. البيجي قائد السبسي معناها إنسان معناها داهية بأتم معنى الكلمة، يعرف كيفاش يفكر ويعرف كيفاش يخطط ويعرف شنو تحب أنت يتوجه لك بالكلام اللي تحبه أنت. رد الاعتبار للبجمعة الرميلي المباشر قدام ملايين الناس بالنسبة له هو هذا ما تشريش بثمن، وبالتالي معناها رجع إنسان اعتبر روحه بالحق منقذ باش ينقذ، لكن ماذا سينقذ؟ هذا السؤال يطرح نفسه. لا هل هو رجل مرحلة؟ هل يستطيع مثلا أن يكون الند للند مع حافظ ويعمل باستقلالية عن حافظ؟ صعب جدا معناها. ربما المشكلة الباجي قايد سيرسي ديما يبحث عن الشخصيات الطيعة. هو المسألة حتى لا تدخل في صدام غير متكافئ مع حافظ. المسألة تورى ومش حافظ زادة، مش نكون واضحين، ثم شخصية أخرى دخلت على الخط وتعرفوها مليح، وربما ما نحبش نحرج سي حاتم ما كان يحب يتكلم اللي هو سي رضا بالحاج. سي رضا بالحاج عنده دور كبير، وانت تعرفه كان في ديوان رئيس ديوان هو اللي كان وراء اللجنة الأولى، كيفاش كان تدخلاته معاكم كوزراء تعرف منيح سي حاتم، حتى لآخر نهار قدم استقالته سي حاتم. وقت باش يقدم استقالته قبل بنصف ساعة كان يكلم فيك انت شخصيا على كل منك. إذن ما عليناش هذا الكل نعرف. إذن هذا الشخصية زاد نخذوها بعين الاعتبار، نأخذها بعين الاعتبار في 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 جميع ما يدور من الشأن الحزبي داخل الحزب. دونك على ضوء هذا وعلى ضوء ما صار في السابق، نتصور انه في اعتقادك انت لو الوضعيه بتزداد تعفن داخل نداء تونس مؤكد به، لكن في نفس الوقت ما لم تحدث معجزه. جوستو ما يقول لك انه اسم النداء هو المزال، خلينا نقوله كاصل تجاري سياسي مزال يصرف، وهذا اللي خلى بقية النواب يقول لك أنا إذا باش نخرج اليوم من نداء تحت أي يافطة حزبية سأدخل الانتخابات التشريعية، وقد تأكدت أن الانتخابات ستصير في موعدها. اليوم بعض الأعضاء النواب مجلس النواب النداء كي تحكي معهم يقول لك أنا ماذا بيا نخرج، أما كي باش نخرج وداخل على استحقاق انتخابي مع شكون باش ندخل؟ على خطر فكرة الناس معروفة حتى في صبر الأراء اللي تشوف فيه الحد الأسبوع الفارط أنه ديما الاسم أو كما يسميه الباتين ده ولا من عرش حاجة نداء تونس ديما يبقى هو اللي ديما نقوله المرتبة الثانية ولا المرتبة الأولى، هو أكل حال الاسم اللي نجم يربح في الانتخابات. وهذاك علاش معناها كان من المفروض أنه الناس الكل تتلم تحت يافطة اسمها نداء تونس، اسمها نداء تونس. لكن يعني خير من مانيش عارف انا قراءه الاشياء تختلف عليكم انتم. انا بالنسبه لي انا تو انت تقول صحيح المساله مطروحه اليوم لانه ثم النداء وثم حد شيء اخر،
طالما ما ثم حد شيء اخر بالنسبه لي هو يقول لك باش نعمل اي المواطن التونسي باش نعمل عندنا شقف يا خويا علاش يا خويا نرمي روحي في الماء انا توا في الوضعيه هذه. لكن نهار اللي يتوجد البديل والبديل الملائم والبديل اللي يلقى فيه رواحهم التوانسه النداء ينتهي. لانه شنو النداء هو صحيح كما يقول سي حاتم هو باتين ده اسم انفونت كوميرس لكن النداء يجب يولي النداء اخر قد يكون نداء جديدا او نداء اخيرا كما حكينا تحكي على الائتلاف الوطني نجم يتطور الى نداء جديد ثم الابواب كلها مفتوحه. لا خلينا نتكلموا معنا بكل هو الائتلاف الوطني الائتلاف القوه البرلمانيه سامحني وشنو هتعطينا نفركوها هو اخراج جديد للنداء هل اعطينا نفركوه الائتلاف الوطني قلت لك اخراج جديد للنداء هو على الاقل البرلمانيه هو في الاخر حركه وسطيه مجموعه من الاشخاص اللي هما يلمهم فكر واحد وسطي ليبرالي متحرر ويلمهم رئيس حكومه زاد بالطبع هما بالنسبه ليهم هما توا يلزم المسانده للحكومه بطبيعه الحال المسانده النقديه مش مسانده معناها عمياء في لانه بالنسبه ليهم يراو لانه لو كان ما تنجحش الحكومه هذه باش تحقق الاصلاحات المطلوبه وتخلي الشعب التونسي فهمتي يحس روحه بدا يخرج من عنق الزجاجه راه هما مش باش يلقاو حتى شيء غدوه الحي في الانتخابات الجايه. مسألة ثانية زي عندنا إذا سامحني هنا شنو اللي باش يطرح؟ عندك التفريكة هذه اللي تلمت الاسم الائتلاف شكون فيها؟ تعطينا فيها أطراف من المشروع اللي هما كانوا نداء فيها الاتحاد الوطني الحر اللي تلموا فيها معناها بعض المستقلين معناها واللي تقاوم في الاغلبيه والندائيين واللي تقاوم في الاغلبيه معناها تاعها توا ابري معناها نحكيو على ثلثين من الندائيين ندائيين مغادرين سابقا والمغادرين توا. اذا في الواقع هو راهو شكل جديد من هو نداء اخر قاعد يتكون انا في طريقه او باخرى هو في ظروف افضل من التي تكون فيها نداء 2013 لانه النداء اللي تكون في 2013 تكون على مسألة تو ما عاش من اهتمامات التونسي هواوي تو المسألة تو انتهت هو علاش تكون لمعارضة النهضة هكا ولا تكون لمعارضة الفكر السلفي وغيرها فاكتشفوا انه الناس حطت يدها في بعضها وانطلقت مع بعضها قالوا التوانسة نصبروا اخويا مصلحة البلاد نمشيوا في الاخر اكتشفوا الوضع اللي وصل له النداء هذا واضح انا عندي راي من حيث الشكل سي حاتم هذه كلمه صعبي بن فرج من ابرز قيادات الائتلاف ولو انه مانيش نحكيو على حزب نحكيو على كتله كتلتنا ليس كتله دعم يوسف الشاهد بل هي دعم استقرار حكومي. اما اذا كان ليوسف الشاهد مشروع سياسي يشرفنا ان نكون داعمين له. انا من حيث الشكل في رايي لا يمكن انه كتله موجوده في مجلس النواب تكون حزب. الحزب من القواعد معنا الناس في الجهات تبدا تعمل تنسيقيه تعمل حتى اللي يوصل يكون حزب. اما هذم كتله سي حاتم لعلمك الساعه اولا هذوما اللي تحكي عليهم انت الكتله هذه الائتلاف خذ تاخذ الاتحاد الوطني الحر اللي انت كنت فيه انزرت مومو ما هو عنده سيدي قواعد مش كانوا حزب والدليل الوطني الحر الوطن الحر ما يحبوش يخرجوا في حزب ما هو عنده حزبهم سامحني ربما تكون جبهه ما احنا ما نعرفوش الشكل السياسي اللي باش تكون عليه ربما تكون جبهه وطنيه ورافضين رفضا باتا جماعه الاتحاد الوطني الحر رافضين رفضا باتا انه يتكون حزب البر بما فيهم رئيس الحزب اللي حسب ما نعرفش شخصيا هو مرفوض اليوم ربما هو مقبول جبهه اي جبهه نمشي معاك جبهه ربما تقول اي تدخل في تويتر جبهه اي في تويتر جبهه. اذا الناس هذوما عندهم قواعدهم النداء بيدو قاعدين نشوف في التنسيقيات اللي قاعده تستقيل توا هذيك الكل مش قواعد اللي لا لا اللي مشروع تاع هذوكم اللي تستقيل على انقاذ الاستقاله هذيك ينجموا يعملوا مشروع هما بيدهم الموجودين باش يقعدوا يتفرجوا هما هذوكم الناس اللي استقالوا باش يقعدوا يتفرجوا على الاحداث سابقين الاحداث لانه علاش توا الشكل السياسي اللي باش تكون عليه الـ 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 البديل ما نجموش نعرفوا توا كيفاش ربما الاحداث راهو ثم متغيرات كبيره وتصير بشكل رهيب بسرعه كبيره ربما يكون واحد ماشي في اتجاه معين قرر هي ومازال عام ما نساوش باهي ما نساوش مازال عام ربما المشكله الكبيره باش تعترض الائتلاف هذا عند تشكيل الحكومه الجديده والتحويرات اللي ربما قاعد اليوم تصير تشاورات بخصوصها. سي حافظ شفنا السيد رئيس الحكومه اجتمع بالسيد كمال مرجان ويبدو انه لقاءات اخرى قاعده صايره
حتى محسن مرزوق يقول أنه حركة مشروع تونس ستكون معنية بالحكومة الجديدة يعني بالتواجد فيها. عندنا تسريب يقول أنه التزام أعضاء كتلة الائتلاف الوطني كلهم يعني بعدم الترشح لأي منصب في الحكومة. قد يكون لها إمكانية تقديم مرشحين من خارج الكتلة دعمهم، أما أنه إنسان موجود في كتلة هذه ويطرح روحه كمرشح كاتب دولة ولا الوزير، هذا يبدو أنه تم الاتفاق فيه حتى مع يوسف شاهد. تأكد المعلومة هذه ولا صحيح المعلومة هذه موجودة والفكرة موجودة، لكن اعتقادي أنه تحويل الوزاري مش بش يتم في المدة القريبة. اعتقادي أنه بعد ميزانية. الأولوية للميزانية الدولة، أولوية للملف الكبير، تم وزارة تحب ولا تكره ناس تبعت ملفاتها، ما تجيش جيب ونزا تخرجوا تجيب وزير آخر باش يمشي يدافع على ميزانيته ولا باش يقنع فهمتي أعضاء اللجنة اللي معنية. دونك هل تأخر يوسف الشاهد في إجراء التحوير؟ لأنه يعني كنت أنت تعرف عندك دي لاكوين، عندك وزراء ما همش في المستوى، وبعث لهم هو يعني منشور قال لهم تبعثوا لي كونت روندو نتاع الفترة اللي مسكتوا فيها الوزارات نتاعكم الكل. علاش خلى روحه حتى قربة الميزانية ولت مستحيلة عملية تغيير وزير بوزير؟ هو أكثر من يخلى روحه، هو معناها هو ثم ساعة، ولا مش نكون واضحين، الفترة النيابية البرلمانية تبدأ نهار 1 أكتوبر. أنا ما فيش، اللهم كان طلب معناها دورة استثنائية، لكن دورة تبدأ نهار 1 أكتوبر. اثنين، انت شفت الحصار اللي كان، اخي باش يعمل هو حكومة، باش يعملها الحكومة، ما هو انطلاقا من التشاور مع الأحزاب المعنية بالحكم، ويتقدم هي مقترحات بتاع شخصيات ويناقشوها. انت تجي تلقى روحك حزب رافض التواصل مع رئيس الحكومة وجمدوا، ما اشكو باش يحكي، سؤال يطرح نفسه ما اشكو باش يحكي. كيما نفس الوضعية توا مثلا باش تاخذ النهضة، شعرتي ولا النهضة باش تتعاوض الأعضاء نتاع الحكومة اللي ما مش ماشيين. وثم معطى آخر بربي، المعطى الآخر أنه النهضة معناها يبدو أنه اليوم معناها باش تعطي أجل رئيس الحكومة باش يقول باش نترشح ولا ما نترشحش. معناها الحكاية هذه الكل مرتبطة زادة بالترشح نتاعه ولا عدم الترشح. إذا كان قرر أنه باش يترشح لل الرئاسة، نتصور أنه معناه بشي يقدم للاستقالة متاعه، وهذه صارت حتى في فرنسا مع فالس. فالس قبل عام وإذا كان أنا نعتبر يوسف شاهد كان يتقدم للرئاسة الجمهورية، أنا أعتبره شخصيا أكبر خطأ ينجم يعمله سياسيا. كيفاش سي حافظ؟ كلام مختير اللي تقول فيه. كلام مختير بالطبع، لأن قراءتي الشخصية هذا دائما كإعلام احنا نحكيه على معنا بعاد على كل شيء، معنا نقرأه المشهد ماكش بعيد، انت نعرف عندك قريب برشا من مصادر المعلوم كما انت بالضبط، حتى من مصادر القراءة. وانا ما نجيش لما حالة في جزء بسيط في النقطة هذه بالذات، كيفاش ترشح يوسف شاهد قراءتي الشخصية انا لأنه انبنى عليه اليوم مشهد كامل سياسي كامل، نحكوا على الكتلة هذه وكذا، الحكاية الكل على هذا، كلها انبنت على هذا المشروع. أنا نشوف يوسف شاهد قديش عمره تو؟ صحيح تقول مازال بكر عليه، معناه 42 سنة. يوسف الشاهد منطقي نبدأ مشروع متاع إصلاحات، وبالشكل متاع الدستور الجديد هذا معناها ما تنجمش معناها يكون ثم توافق بين الرئيس وكذا، وإحنا نعرفه حتى توانسب معناها تشوفه باش تطلع تعود تجربة، طلعت نداء وطلعت رئيس من نداء يا اخي، هي ومشى شيء ورئيس مجلس النواب النداء ورئيس مجلس ومشى شيء، فما بالك غدو الحي يقول لك لا يا اخي انا اذا اغلبيه جات عند كما نقولوا طيار معين راني باش نعملوا العدو نتاعو من غاديكا في رئاسة الجمهوريه كوانسي. انا نرى شخصيا قراءتي انه انطلق في مشروع اصلاحي كبير، والمشروع الإصلاحي هذا اللي هو راهو ماهوش يجابه هو يوسف الشاهد، راهو كان مطروح من قبل من طرف الحكومات الكل، لكن هذا لو باساج اوبليغاتوار لتونس باش تخرج من الأزمة الاقتصادية، باش توصل لمرحلة جديدة اللي هي باش تنعوش فيها الاقتصاديين البلاد وتفرد. هو بدأ المشروع، اعتقادي أنه يكمل المشروع هذا لأنه عنده القدرة باش يواصل عملية الإصلاح في موندا جاي، وميزان عنده العمر، احنا تو ناخذوا سياسيين رئيس الدولة ما عنده الحق يترشح الا مرتين، اذا هو يترشح 42 سنة وزيد موندا اخر باش يلقى روح 52 سنة في الريتريت،
يا اوباما في الريتريت احنا كيك احنا بالعكس مش خاص نوصلوا هكا لا مش هكا حاسين بريدو مش نقول لك علاش على خاطر البلاد هذه تحب ولا تكره ديما في حاجه للكفاءات اذا انسان تمرس في الحكم وخدا خبره ما نجيش نحيلو على التقاعد المبكر على جبنا استرجدنا بواحد 90 سنه ما نجيوش حيلو على التقاعد المبكر يا اخي كمل اثبت اصلاحاتك واذا انت وراك كتله برلمانيه قويه وكذا اصلاحات يعني عام كيف تتم اصلاحات وبعد اخويا سيكون التتويج لك رئيس الجمهوريه صح عليك انت حافظ يقول لك انه ربما ادوى يوسف الشاهد مش يدخل الانتخابات القادمة لكن تكون الأولوية لاستحقاق التشريعي حتى يضمن تواجد برلماني وكتلة قوية مؤثرة ربما ويقعد رئيس حكومة طلع هو للقصبة ما عندوش حل آخر يزمو يعمل هكا يزمو يعمل هكا شفنا توا احنا حزب التيار الحراك تفجر على الخلاف هذا لأنه منصر ومن معه قالوا للمرزوقي ذا كرد وانت تحب بروحك حزب رئاسي وتحبنا نركزوا كان على انتخابات رئاسية وتطلع انت تولي رئيس واحنا اقليه في المجلس ما يصير لك كيما صار لك وقت لعبت بك النهضه لانك ما تملك حتى حضور برلماني دونك هذا ثم قراءه هذه ما نعرفوش احنا الناس اللي تجمعت في الكتله هذه تاع الائتلاف الوطني بما فيها حزب سي سليم الريحي وغيره مستعدين يصبروا على هكذا السيناريو ام قل لك لا يا اخوي انا دخلت لا مش قريت هكذا سيناريو لا هما توا تعرف سيناريو انا قلت قراءتي انا قلت هذوما النواب تحكيوا على انه يترشح الرئاسه انا نقول لك انا من النصيحه من الباك من كنصيحة من كنصيحة وك من البكر عليه أن يكون رئيس دولة لكن هنا الكتلة على كل حال أنا معناها شبه متأكد مش حد له أجل مش كله عطينا توا قول لنا حركة النهضة في مجلس الشورى اليوم لا مش بالضرورة قولوا له تسمع موقف مخاطر لما فيش ربما هذا لأنه النهضة بيدها اليوم وتلقى روحها في مشكل أخلاقي ودستوري أنها تجي المواطن التونسي فلا عن كونه رئيس حكومة وتقول له تعلن أنك لن تترشح صحيح ولو أنه كما قلت لك في بقايا أخرين صارت ترى مثلا في فرنسا العام 2016 فالز ما ناخت لي قرب شي ترشح للانتخابات الرئاسية قدم استقالته لا الدستور ما قعدش حتى لآخر لحظة معنا الدستور الفرنساوي يقول كلام هذا أنا عندي أنا أمور أخلاقية أخلاقية السياسة معنى أنه قبل بعام باش يكون على يعني كيف وانا قلت على وقت دخلت المجلس التأسيسي قال باش نقعد عام ضرب 3 سنين ولا سامحني أنت توا أنا غدو الحي رئيس الجمهورية كيحب يجد ترشح يقدم استقالته لا مش كيف كيف أقول لك لا هذا كمنتخب مباشرة الشعب يا لور يا لور لا منطق الأشياء ما ثماش علاش هو مبدأ الأشياء ما ثماش علاش وهذا حتى المعارضة من أقصى اليسار حتى الأقصى اليمين اتفقوا راهو قالوا لا لا سبيل لي ليه نعرف على المستوى قال ما ثماش علاش هذا أخلاقيا ما نمليش عليهم شروط لكن من حقه على المستوى القانوني وعلى تحب انت من حقه اما قلت لك معناها حتى تجارب الديمقراطيات العريقه تمشي في الحكايه ذي والله سي با سي با ايفيدون سي با ماركل توا قدمت استقالتها كي ترشحت ترشح مشات تخدم بحزبه كيما كذا وقعدت تخابط 6 أشهر مش عملت ائتلاف جديد مش تحكم به من جديد معنا امس لهك وامس لمعاكس لا عندنا معناها هذا معناها اليد تو نمشي ونحكيه وتو كما قلنا في الساعات هذه اخر لحظات في اجتماع مجلس الشورى حركه النهضه هم يقولوا انه اجتماع عادي يقولوا انه مش ناوي الاوضاع العامه في البلاد ملف سياسي ميزانيه الدوله و تحضير ورقات ندوه سنويه اللي عندهم نتاع الحركه هذه نتاع حركه النهضه يعملوها مره في العام مع ممثليهم في الجهات لكن كل الدلائل تشير انه الاجتماع هذا مجلس هذا يجي على خلفيه الندوة الصحفية اللي نظموها كما قلنا هيئات الدفاع بالعيد والبراهمي واللي خلفت معناها تداعيات كبيرة وشفنا أثارها إلى اليوم مؤكد هذا شيء مؤكد معناها ما نتصورش ملف كما هذا ما يخش حيز محترم من الاهتمام داخل مجلس شورى النهضة لأنه يعني مبدأ الأشياء يوجهوا لهم اتهامات خطيرة على الأقل يضعوا استراتيجية كيفاش باش يواجهوا يعني شفنا الأجوبة اللي جات على قيادات حركة النهضة بصراحة ما كانتش مقنعة بالكل وجانبت يعني الصواب مش معناها اللي تقال من طرف هيئات الدفاع هذاك الصحيح لكن اللي ردود الفعل سمعنا كلام أنه منجر رحوي هذا مريض بالنهضة ويلزم نرفع عليه حصانة الآخر يقول والله كان جا شكري بالعيد حي رب قلكم يزيهم الاستثمار في الدماء أما الإجابة الصريحة والواضحة على هكذا أدلة دامغة لم يتم وشفنا نوع من الصمت من قبل حركة النهضة وشفناه نوع الصمت هذا سي حافظ وقت طلع سي سيد الفرجاني
وهو من هو داخل حركة النهضة وتحدث على يوسف الشهاد وعلى زوجة يوسف الشهاد. مش معنى كلام على الأقل لا يليق أخلاقيا من قيادي من مش حزب قيادة. لا مش قيادة من حزب نعرفه قربه ترشح للترشح للمجلس الشورى ولا منجح إيه هذا صادر على وجه بارز من حزب يعتمد الأخلاق كمرج أحدى ثوابت المرجعية الدينية نتاعو. هل يعقل أنه اليوم يقولوا نحكيه على مرت رئيس حكومة بالكلام هذاك وبدون لا حجج ولا معنى دلائل ولا حتى شيء، ثم يجي الأزمة هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها تو نشوفوا دعاياتها. شفنا الرسالة اللي بعثها لطفي زيتون وحث فيها رجل غنوشي على مراجعة موقفه من رئيس الجمهورية وعدم المراهنة على يوسف الشاهد والبقاء معناها مع في صف رئيس الدولة على الأقل بصفته رئيس الدولة بصفته ربما ضامن لأمور كثيرة ومنها التوافق هذا. كيفاش تقرأ يعني الأمور؟ ما عادش نجم نحكيه على حزب النهضة الحزب المنضبط والذي لا تطاله الشقوق والاختلافات وككل أحزاب ربما استاليني. علاش نقولوا احنا ما بالعكس؟ أنا نقول حزب هيكل حزب منظم. إيه علاش ما التجأ للرسائل؟ مسألة الانضباط هذه راهي تاريخيا معناها ثبت بالعكس. نحن شفنا انتقادات كبيرة من طرف القيادات التاريخية لزعيمهم راشد الغنوشي، فما عادش مخرج معناها شيء كبير كان يتقال، فهمتي؟ ونقد لاذع ولاذع جدا، فهمتي؟ ليه؟ من طرف قيادات كبيرة. لكن توا ربما في الظروف هذه يقول لك زاد معناها ثم اختر يهددنا، لازمنا نتوافقوا ونتفاهموا عليه باش كيفاش نجموا نواجهوه، اللي هو الندوة الصحفية واللي هو بين ظفرين. انا دائما نتساءل علاش اليوم مش البارح؟ وكان قدموها البارح قلت علاش البارح؟ لا سامحني، لا 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 سامحني، لا سامحني، لا لا انا بيدي وتسالنا في الموضوع هذا اكثر من مره. جاوبني العباد يستنوا منا اجوبه مش اسئله. اي من هنا اليوم مانيش انا باش نجاوب، انا خدمتي طول عمري نطرح في الاسئله. اي انت زاد عندك محلل سياسي. انا وانت هذه خدمتنا، نطرح الاسئله ونحلوا اللي يلزم من خلال المشهد ومن خلال الاجوبه اللي تتوفر لنا. أما ماذا توفر لك كأجوبة حول هذا السؤال بالذات؟ لا أنت توش بت مثلا على منجي الرحوي. منجي الرحوي قبل ما يعمل أعلن على الندوة، هو اللي أول شخص كان أعلن عليها الندوة. قبل ما أعلن على الندوة قرروا القيادة بتاع الجبهة الشعبية هذه مش نوصلوا بالطريقة هذه ما ننجحوا في حتى شيء، وبالتالي أعلن الحرب على قيادته. لا هذا مش جديد على منجي. حتى عم ناول أعلن الحرب على حمل همامي رأسا وقال هذا ما عادش معناها خطابه يكفي لمعناها تقديم مواقف الجبهة وجعلها مسير الخطاب. يعنوا عميل التالي ويسكت ويعنوا توا ويدخل في نفس الوقت مع الندوة الصحفية ثم زاد كيف كيف. نقول لك أنا توا إنسان يحب يحضر روح المرحلة الجاية. ما عادش توا الكونتور ولا كونتور يعني البول توا. يعني الندوة هذه تعملت باش يغطيه وعلى مشاكل الجبهة أو لفتح جراحات الجبهة. شوف أنا الندوة هذه من نستغربش فيها عدة أطراف كانت وراء مثلا صناعتها عدة أطراف كلام خطير خاطر أنا ما نستغربش أنه عدة أطراف لأنه كي ثم تسجيلات. شكون جاب التسجيلات هذه وعلاش كان يتستر عليها لمدة طويلة وخرجها؟ احنا نعرف التسجيلات هذيك موجودة من تاريخها الفعلي، واللي خذاها من تاريخها الفعلي راهو عنده محطوطة مش جديدة. مش السيد سجل روحه وبعد مشى توا سلمها هكاك، فهمتي؟ ما موجودة عندهم التسجيلات من تاريخها الفعلي، علاش سلمت تو؟ علاش اختار التوقيت هذا؟ هل في هذا على علاقة مثلا بإنهاء التوافق علاقة بين رئيس الدولة وحركة النهضة؟ علاقة ومارسة مزيد علاقة من الفقوطات على إنهاء التوافق نجم قولوا علاقة منها كما قلت أنت كما نجم قولوا يعني جبهة تلتقي مثلا مع رئيس الجمهورية كما نجم قولوا. لا مش قضية جبهة في حد ذاتها، من الأطراف أخرى فهمتي؟ عدة أطراف أخرى، بعضها كان في الحكم وخرج من الحكم، عدة أطراف. أنا قراءتي الشخصية تحليلي كما قلت أنت احنا نحب ونحلو أنا مش عشو اختصار كيما زاد راهو عنده علاقة بالتصفية حسابات سياسية حتى مع رئيس الحكومة ذات رأسا. حتى يعني مع رئيس الحكومة ما تحركتش لا مش قديم احراجها بهكذا ملفات. لا أنا كي أنت أطراف الكل إيش تقول تو السند لرئيس الحكومة هي النهضة وقال حتى رئيس الدولة أنا مش نضربك النهضة نضربك في النهضة. شنو السند اللي بشوي ايه ميسي دو بونغير؟ لا جو بارلو با دو بونغير ولا لا مش هذا موضوعنا.
لانه احنا طلبتي تحليل انت اي ما عادش تطرح هاسي اعطي تحليل انا اعطي تحليل قراءه الاشياء المشكل علاش توا سؤالي طرح نفسه اغتيال الشهيد محمد البراهمي من بعد تسربت الوثيقه اللي فيها تحذير من الامريكان الناس الكل تلهات كيفاش تسربت الوثيقه وشكون سرب الوثيقه وخلينا المشكل الرئيسي اللي هي عمليه الاغتيال في حد ذاتها هو توا حتى اليوم توا حافظ يحكي شكون سرب التسجيلات وعلاش توا بقات وعلاش احنا نحكيو على هو راهو سامحني باش نقول لك قول احنا طرقنا ابواب القضاء تسع مرات مسألة الوثيقه هذيك اللي جبدت علاش لانه شو يقول لكم يقول لك هذيك التنبيهات والتحذيرات كانت تجي برشا عديد من التحذيرات تجي وتأخذ بعين الاعتبار بطريقتهم هما فهمتي يقول القائل اللي تطرح بعد هي علاش خرجوا الوثيقة هذيك علاش أخويا ما تكلمتش قبل أنت أنت كي تعرف ثم وثيقة خرجت وتعرف ثم شهيد باش يختالوا باش يختالوا وما خذوش احتياطاتهم شبيك سكت ايه تولي معناها المشكله هو التو هو التو حاليا اليوم النيابه العموميه مش معنا البارح سيد انس الحمادي رئيس حل. جمعيه القضاة طلب النيابه العموميه باش قال يلزم النيابه العموميه تتعهد بهذا الملف في ظل وجود معطيات جديده بالضبط لانه حسينا بصراحه في ظل الصمت اللي قاعد يخيم في تونس رغم خطوره ما تقال ان المؤسسه القضائيه هي المتضره الاولى من هكذا تداعيات وكأنها صارت متهمة أنها معناها تطمس في الحقائق ولا تتعامل بشكل جدي مع هكذا ملفات حارقة كيفاش ترى أنت بصفتك حتى قاضي سابق وعارف المكان أول شيء هيئة الدفاع على الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البرامي لأول مرة توجه يعني اتهام جنائي اتهام معناها أنه حركة النهضة مش معناها مسؤولية سياسية ولات عندها مسؤولية جنائية هذه الهيكل الوحيد اللي نجم ينظر في المسألة ذي ويحقق فيها هو القضاء وهذاك علاش سي أنس تكلم وقال يلزم القضاء يتدخل في المسألة الناس الكل ماشي للقضاء على أنه القضاء كأنه بلغتنا ماشي مع جهة ضد جهة القضاء تجيه وثائق ينظر فيها ما جاتوش وثائق ما نجم يعمل حتى شيء ثاني حاجة الوثيق كبيرة ياسر علاش تجيه النيابة العمومية تنجمش هي تطلب فتح هي توا هاو مثلا كي جابوا حاجة جدد النيابة نتصور أن باش تتحرك وثاني حاجة بالنسبة لحالة النهضة معناها حتى حكاية وقت لا يا قداش يلزم باش تتحرك مثلا هي في الأصل تتحرك فورا معناها فورا أما سيسور هذه مثلا نتاع برشا معطيات راهو برشا معطيات وتسجيلات وراق وكل إيه؟ معناه نتصور انه تحتاج الوقت ما كانش معناه شنو معناتها معناه النيابه باش تكون منعزم ما تحبش تفتح تحقيق في الشيء هذايا هاو قضاة بيدهم هاو انس الحمادي رئيس جمعيه القضاة هو اللي طلب مش حتى الناس مش حتى معناه ديزافوكا ولا غيره القضاة بيدهم طلبوا هذه أول حاجة وثاني حاجة حركة النهضة قالت احنا باش نحضروا احنا سياسيا وإعلاميا وقضائيا باش نردوا يعني على الجبهة الشعبية معناها في الأصل مش هكا مش مشكلة باش ترد على الجبهة مش مشكلة باش ترد على الجبهة ثم اتهامات وثم تسجيلات وغيرها يزمك هذوكم بيدهم تدافع عليهم وتقول شنو اللي صار بالضبط فسرونا أخي الناس تحب تعرف تحب تعرف قبل صح الجهاز السري شنو هذا وتحب تعرف شنو اللي صار تو مادام جات ادله معناها نقول ادله نقول اوراق جدد نقول تسجيلات اخرى يلزم حركه النهضه بيدها توضح موقفها هذا هو ما تراش اللي حركه النهضه التزمت الصمت وخليت الردود تجي على بعض القيادات نتاعها واحنا عودتنا تو كي تكلم سيد الفرجاني قالت النهضة أنه مواقف الحركة تعبر عنها مؤسساتها واللي قالوا الفرجاني ما يلزمه كان هو لكن إشباهها توا في القضية هذه بعثت بعض القيادات يتكلموا عامر العريض مش عامر أخوه علي شفنا الهاروني وغيره ما شفناش رد رسمي من مؤسسات النهضة كما ديما تقول هي في بياناتها كلامك معقول لكن أولا ننتظروا بيان متاع مجلس الشورى باش يكون فيه إذا مثلا تم مؤسسات فالمؤسسات ما تنجم تكون كان مثلا مجلس الشورى أو المكتب التنفيذي لحركة النهضة علاش النهضة ما تقدمش قضية ضد الهيئتين هذوما وضد الجبهة الشعبية خاصة وأنه منجي الرحوي ومدام بالعيد بسمة تحديهم قالوا لهم إحنا يا إحنا ندخلوا الحبس
يا انتوما تتحملوا مسؤوليه الجريمه. يعني بصراحه هذا منتهى الوضوح وحتى التحدي. يا يعني هذا اشكي بينا، قال لهم هكا حرفيا منجي رحم. ومع ذلك هناك صمت، وكأنه ننتظر مرور الأيام ومعناها انطفاء شعلة القضية. هو ساعة ولن مش نرجع ساعة، تم ناطق رسمي باسم النيابة سي سفيان الصليتي يتكلم باسم القطب، باسم القطب يتكلم لأنه مثلا كلام عام، قال ما جروش القضاء للمستنقع السياسي. ثانيا معناه معروف قانونيا، وحدنا رجل قانون يعرف أن النيابة تتعهد القضايا، مش كان كيجي واحد يصب شكايه، تتعهد حتى بالسماع والوشايه. معناها شو معناها السماع؟ يكفي باش يسمعوا زوج من الناس يتكلموا في 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 تلفزه ويقولوا اتهامات معينه، باش ياخذ هذيك ويحل يفتح فيها قضيه. كيما نجي انا نكتب ورقه مش سيني انونيم ونحطها تحت باب وكيل الجمهوريه، يجي الصباح يلقاها تحت الباب نتاعو يحل قضيه على ضوء المعطيات هذيك. اذا في هذا الكل معناه المنتظر انه ربما في قادم الايام باش نشوفوا النيابه تتحرك، ربما معناها مطلع الاسبوع صحيح امتلاك من المعطيات هذه، حتى لين تجمعك المعطيات اللي عندها تدرسها. خاطر بالحق كلام اختيارية، كلام اختيار. وبعد ما عادش نحكيو على المسؤوليه السياسيه بكل، تولي نحكيو على المسؤوليه الجنائيه. وبعد تفتح تحت اتهام مباشر لحركه تعرف اللي بالقتل في زوج من الناس هذوما. مش لعبه معناها يتحدث رئيس وزير سابق وقاضي سابق على انتقال المعطيات اللي وقعت توفيرها، يندرى كانت موجوده في الملف بتاع القضيه قبل ولا لا، وتحسم فيها واسمع فيها الاطراف ولا لا. هذا الكل يلزم وقت باش يرجع لك الملف. اما اعتقادي انا شخصيا انه النيابه العموميه، يعني انا باقي نؤمن بان القضاء بتاعنا مستقل مهما يكون، مهما يتقال فيه ثم شرفاء في القضاء وثم ناس تحب تدافع معناها على استقلاليه القضاء كل من موقعه. اعتقادي انه الاغلبيه كل حال ان انطلاقا من دراسه العوده لدراسه الملف تشوفوا ويقارنوا الكلام اللي يتقال هذاك درا موجود ولا مش موجود في الملف، إن درا وقع استنطاق فيها أطراف ولا موقعش، على ذو هو تفتح تحقيق في الغرض. وما ما يكون من الأمر، وهي حتى التسجيلات وغيرها ما عرفش هذه ربما تكون موجودة ولا دخلت تو على الخط، فهمتي؟ لكن المطلوب أن زادت تفتح فيها تحقيقات. المتأكد أن النهضة تعاطت بارتباك كبير مع مخرجات هذه الندوة اللي صارت، والتو ربما الرأي العام في تونس وحتى خارج تونس شفنا أنه المسألة معناها على الصحف، صحف الصحف العالمية كلها معناها. ودونك مطالبة ربما النهضة بموقف صريح وواضح وغير مخاتل. في الأثناء احنا شفنا تصريح نتاع وزير الدفاع لكن بكري، وشفنا ردود فعل بعض السياسيين. ألم يكن معناها من المنتظر أن نسمع ردود فعل أحزاب سياسية حول هكذا حقائق معناها قالتها الجبهة الشعبية؟ هذا مش معناها كي عزوز جرائم الحاجات السياسية. شفنا صمت رهيب الأحزاب الأخرى وكأن تحبها تخلي عركة بين الجبهة والنهضة، وكانوا شكري بالعيد ماهوش ولد تونس، كانوا البراهمي ماهوش ولد تونس، هم أولاد الجبهة فقط. هذه جريمة وطنية هزت الرأي العام، هزت الضمير الوطني وحتى الضمير العالمي. لماذا هذا الصمت من قبل بقية الأحزاب؟ ثم حتى بيان جملة للأسف ما خرجش حتى بيان، وشفناهم كما قلنا على جملة قالها وزير الدفاع. هو ثم فرق بين أنه وزير الدفاع قال جملة وتحركت أطراف سياسية، بين ناس خرجت ووجهت اتهامات معناها خطيرة جدا. معناها من منطق الأشياء حتى الإنسان للأسف رانا نحن نعيش في وضع غير عادي، يقولوها بكل صراحة. لأنه المسائل هذه لو كان جينا في دولة معناها مستقرة وواضحة، راهي المسائل هذه مش ملف بتاع ندوة صحفية، راهي مباشرة يتعهد بها القضاء. هو ملف قضائي في يعطيك الصحة. أنا مش نجي نعمل ندوة صحفية، أنا نمشي نقدم الملف بتاعي للقضاء ونصب المعطيات الجديدة اللي وفرتها ونصب الدنيا الكل، وبعد نخرج نعطي ديكلاراسيون ونقول راهو عملت وعملت وعملت. صحاف فهمت؟ هما قالوا لكن 9 مرات قدمنا القضية نتاعنا وكان مصيرها النسيان والتهميش ووضعت في فوق الرفوف. لا وقعت مكافحات الراجل هذا اللي في الحبس توا مصطفى خضر، وقعت مكافحته بحتى واحد اخر، حتى انهم قاعدين يطلعوا راديوات يقول لك عمرنا ما شفناه. كيفاش واحد بالجريمه بالخطوره هذه يتحكم عليه 8 سنين من دون ما تصير لا استماعات ولا مكافحات؟ عندهم الحق زاد هيئه هذوما. يقول لك اخويا صحيح تحكي على القضاء وعندنا ثقه في القضاء، لكن القضاء راه كيف وكيف الاعلام كيف السياسه كيف فيه جزء شريف وفيه جزء اخر ياخذ ويعطي.
دونك اذا باش نكملوا نكذبوا على التوانسه ونقولوا راه القضاء نتاعنا نزيه كله وشريف كله وقتها نقولوا داخلين في كذبه قاعده تستمر. هو بن علي شنو اللي طيحوا؟ ما طيحتوش غياب التنميه، طيحوا غياب العدل. واحنا مفروض عملنا ثوره كلفتنا ما كلفتنا ارواح عباد واليوم مصالح بلاد وقاعدين نشوف. اما القضاء قاعدين يظلموا نسبه قليله، مش معناها احنا المشكله في النسبه القليله هذه، لانه القضاء كما قال بخلدون هو معناها عدل اساس العمران. النسبه القليله هذه اذا اليوم في يدها قضايا بمثل هذه الخطوره فهي تعتبر نسبة كبيرة. ثم موقف وردود فعل بعض الناس اللي في الحكومة سي حافظ، هل يعقل أنه مثلا جيرار لاكومب هذا وزير الداخلية الفرنساوي سي لان دي جران اي دو برومي مارشور افيك ماكرون، جاء قدم استقالته الصباح رفضها له ماكرون وقدمها في نفس النهار قبل ليله. علاش قدم استقالته يا سيدي؟ لأنه قال ما في كانش في بالي والشيء صار ورا ظهري حكاية لافير ألكسندر بين علا. قال هذا انسان يحمي فيه ماكرون ويخلص فيه ماكرون، وانا كوزير داخليه ما في باليش، دونك نقدم استقالتي. واحنا وزير داخليه تقول له راه عندك غرفه سوداء داخل الوزاره نتاعك وعندك امن موازي وعندك وعندك وعندك، يا سيدي ما حاشناش بالاستقاله، اطلعتينا رايك، رد على الناس هذوما. كلام خطير برشا توجه الوزير الداخلية. هو هو اكثر واحد ينجم يرد وزير الداخليه. هو نرجع واش قلت لك انا قبيله، شنو اللي يخليه ما يردش؟ سي حاتم انت كنت وزير وتعرف معناها بالحق، معناها في تونس معناها المساله كما ذي، وخطر وقع توجيه اتهام مباشر لوزاره الداخليه، خاطر موش في شخصه هو، معناها وزاره الداخليه مطالبه بالرد كما وزاره العدل نفس الشيء. لكن هوني صمت مطبق قاعد تحركت احنا خرجت تدافع على روحها من حقها. ربما نرجع لكلام حافظ وقت يقول لك انه اثاره الندوه هذه والحقائق هذه الهدف نتاعها احراج الحكومه اللي معناها متهمه او عليها شبهه التحالف مع النهضه. هو سي تنتو على تو ساعه قبيله انت سالتني سؤال قلت لي علاش؟ قلت لك احنا كلمه ما عرفش انت ما انتبهت لها ولا، قلت كان جينا نحن في دوله عاديه بتم معنى الكلمه وفي ظرف عادي راهم يتوجهوا مباشره للقضاء. نحن الله غالب رانا مانيش نعيشوا تحب ولا تكره. صحيح عندنا 8 سنوات من اللي 7 سنوات من اللي صار الثوره، لكن مازلنا ما رجعناش معناها التو معناها ماناش مستقرين بالكل، معناها هاك تشوف الهزات معناها هل هذا الهزات. زاد ردود فعل هكذا معناها تعاود تساعد على مزيد الاستقرار ولا على ما تبقى من الاستقرار؟ لا تساعد على مزيد الاستقرار. وقراءتي الشخصيه نرجع باقي نقول اللي هو تو يحبوا يخلقوا معركه جديده، انه انتخابات 2014 كيفاش تربحت؟ نرجع كيفاش تربحت 2014 واحنا داخلين على 2019، معناها نفس السيناريو ربما يعاود يقع الاعداد ليه بطريقه او باخرى، يعني مناورات ومزادات سياسيه انتخابيه مبكره. أنا لا انا نرجع نكون نفس مقاومات نفس مقاومات اللي وفرت النجاح لنداء تونس في 2014 نوفرها توا في 2018 باش تجيب لي انتخابات بتاع 2019. تراش انك تظلم قضيه بهذه الخطوره في هذا الاختزال. شو انا راهو نقراها من جميع نقراها من جميع الجوانب سياسيا ومن من من انا اقول لك علاش اخترت توا، علاش سكت عليها توا، علاش جبتها اليوم؟ هو يقول لك توا وين توفرت؟ لا لا لا, لا انا اقول لك مش صحيح وانت هي تثبت العكس. ما هو سامحني انت توا كي تحبني نقرا سياسيا معناها نقول لك نقرا في لا خاطر القراءه شفتها معناها من جانب واحد. مثلا للنهضه اش تقول انت؟ شوف يا سيدي نفترض واحنا الجبهه ومن معها عملوا في مناوره سياسيه انتخابيه سابقه لوانها، باهي وهذا داخل بالسياسه، هما هزوا سلاح ولا هدوا بالعنف كلام معطيات حجج، قال لك اخوان حبوا تفعيل القضاء في هكذا ملفات الاكثر ولا اقل وهذا من حقهم. لكن رد فعل النهضه اللي موجهه لها الاتهامات هذه، النهضه تتحمل مسؤوليتها، النهضه يلزمها تتحمل مسؤوليتها. مانيش انا باش ندافع عليها النهضه ولا انت باش تدافع عليها، هي تدافع على روحها. لو كان اديرت تتحمل مسؤوليتها تاريخيا ما فيش نقاش. ها وين ينجم تتصعد الامور سي حاتم وسي حافظ؟ انه المحامي مثلا الوليد سلامه محامي على الهيئه هذه قال لك سنقوم بندوه صحفيه بالجزائر
بخصوص الجهاز السري لحركة النهضة. ما معنى هذا؟ يعني بصراحة ما نعرفش هذا قاعد تفكير فيه هكذا كلام وإلا شنو ال معناه خطير وخطير جدا معنا الجزائر لانه معناها جبده على اساس ان كانوا عندهم دور في الـ في الـ في توتير العلاقات مع الجزائر وتوتير الاجواء داخل الجزائر. اي معناها ممكن انا نراها مش في موقعها. آه. هذا متفقين ثلاثة في خطورة التصريح هذا. تونس هذاك علاش تو سامح لي تو ترجع للكلام اللي قلته لأنه المسألة عندها بعد سياسي ماش عندها بعد. لا ما زاد يا سي حافظ وقت اللي أنا نعطيك معطيات بالخطورة هذه وأنت تلازم الصمت نولي أنا نصعد. احنا ضد التصعيد هذا كل ما هو شأن وطني لابد أن يبقى تونسي تونسي. لكن زاد أخويا انت زاده اعطيني موقفك انت كوزاره عدل تحرك كنيابه عموميه تحرك كوزاره داخليه اعطي موقفك سينا شكون اللي كان صاير سي حاتم سي خيطور تبارك الله احنا فرجين في وقت بن علي وقت اللي خنق المعارضين نتاعو لهنا من طلعوا يسبوا فيه البر من طلعوا يشوهوا في تونس البر من طلعوا حتى يطلبوا في الاتحاد الاوروبي بايقاف معنا اتفاقيه الشراكه هذيك واللي تضر بتونس. شفنا حتى مظاهرات قدام تونسير في باريس وغيرها وغيرها. معناها المفروض اليوم احنا في ديمقراطيه ما نلتجوش للخارج للصحافة الخارج لغيره. مفروض مشاكل تونسية تونسية خاصة إذا كانت عندها علاقة بأمن الدولة تتحل داخل الدولة التونسية. لكن وهذا ما يصير إلا ما كل طرف يتعهد بالدور نتاعه ويفعل احترام البلاد من مسؤوليته. اسمع القانون في تونس كما القانون في الجزائر وبالتالي ما تستناش ربما حتى كان يمشوا باش يعملوا ندوه صحفيه في الجزائر باش يقولوا لهم مرحبا بكم ويكرموا لهم الصاله ويقولوا لهم تفضلوا استدعوا لهم الصحفيين. يحتمل زاد من 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 المطار يقول له ارجع عندي انا ما حقوش تقال الحقيقه معناها بصراحه نحن في مرحله نتاع ضرب تحت الحزام او نخشوا في كلمتي لا سميتها حرب الملفات في مرحلة نتاع حرب ضد واخشى ما قلت لكش ضد الكل لا اخشى ما اخشاه انه لعنة 2019 وهذا السباق وهذا اللهاث نحو الكرسي وخاصة كرسي قرطاج لانه بقينا ديما احنا ثقافتنا رئاسية رغم انه كنا نتبكاو اللي رئيس الدولة ما عندوش صلاحيات لكن كل رؤساء الاحزاب والقيادة السياسية عينها على تعرف حاجة برك وليس على وي نحب نقول حاجة برك معناها نحن الامور السياسيه وغيرها الجهات الداخليه سمعتش تو بوزير من الوزراء مشى الجهات الداخليه طب خاطي نابل صارت في فيضانات سمعتش تو مده اشهر ثماش وزراء مشى وزاروا الجهات الداخليه فك البقايا على الجهات المعروفه ما سماش. اما نقول لك حاجه سي حاتم من انجازات الثوره في 8 ممكن سنين. رئيس الحكومه قاعد الرفية يتحرك اما بالنسبه ما ثماش تعرف باستثناء بعض الوزارات تعرف انت الدوله معناها نظام بن علي سقط خاصه بسبب التفاوت الجهوي اللي كان موجود والاختلال الجهوي. اليوم الحمد لله حققنا التوازن الجهوي وليت حتى الجهات المحظوظه جهات مهمشه جهات منسيه كما في نبي ضرت بركي شعوبات كبيره وبالتالي خلقنا التوازن الجهوي في مستوى الفقر والميزانيه مستميج الايجابي التمييز السلبي. نعطيك الكلمه الاخيره سي حاتم داهمنا الوقت سي انا كما قلت لك معناها ان شاء الله برك الحكايه ذي اللي صارت في الندوه الصحفيه ما تكونش عندها تاثيرات سلبيه على الوضع العام في البلاد. معناها انه خلي القضاء يخدم على روحه وياخذ مجراه وحركه النهضه مطالبه باش توضح موقفها للراي العام وتقنعه. انا اقول كما ثم غرف سريه في وزاره الداخليه راهم ما تنساوش اللي ثم غرف سريه اخرى في بعض الاماكن الاخرى وتشتغل على الدولي وقاعده تخدم على انه تمنع الاستقرار في تونس. واضح حافظ نحب نشكرك برشا سي حاتم العشي وحافظ نشكرك برشا كيما نشكر السادة المستمعين ونقول لكم مرة أخرى إن شاء الله كي نتقابلوا لحد جاي نجيبوكم أخبار ما خير على تونس. تحية تونس.